شهر فضيل وشهر عبادة وشهر كل الخير والبركة موجودة فيه، وبالتالي المفروض أنه هذا ينعكس على تصرفاتنا كأشخاص مع أهلنا، مع أقاربنا، مع جيراننا، مع كل الناس اللي حوالينا، حتى لو كانوا مش من ديننا أو مش من ملتنا أو كذا. هذا ديننا لأنه دين تسامح، وبالتالي نتسامح مع الجميع، وإن شاء الله الجميع يتسامح معنا، ونكون شهر خير على كل أمة محمد وعلى كل العالم. شهر رمضان شهر التوبات والغفران، الحمد لله ربنا يتوب علينا. لازم الواحد يصفي قلبه في كل وقت، مش بس في رمضان. دين تسامح وسلام ما بين الشعوب والديانات حتى. يعني الإنسان بيحب التآخي والتعاون والتلاحم والتقارب الشعوب والأديان كله بتعلى الإسلام. رمضان بحث أكثر على أنه الإنسان يتعامل مع أخو الإنسان بشكل عام، بغض النظر عن إن كان مسلم أو غير مسلم، بشكل مساوي له ويعامله بشكل كويس. المسلم إذا بيطبق الإسلام بالشكل الصحيح بالوجه الصحيح ما بيكون في عنده خلافات مع الآخرين سواء كان مسلمين أو غير مسلمين.